لما ظهرت المصارف الإسلامية جاء نوع آخر من البيوع يسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء. بيع المرابحة للآمر بالشراء. المعنى أنني أذهب أنا للمصرف، أذهب للبنك وأقول له أنا أريد أن أشتري العين عينا ما، وأصفها لهم وصفا تنتفي به الجهالة، وصفا تنتفي به الجهالة، لأنه لا يجوز بيع الشيء المجهول. ثم إن هذا البنك أو المصرف يشتريها، فإذا اشتراها وتملكها باعها لي، باعها لي طبعا بربح، يبيعها لي نسيئة بربح. هذا البيع أول ما ظهر ظهرت فيه أبحاث علمية، ولما عندما توجد أبحاث علمية فإن هذا يعين على الوصول إلى الصواب قبل أن يعني يقتحم الناس حمى لجج جهنم بالفتوى، لأن الفتوى ليست بالأمر اليسير. المراد من هنا هذا البيع الصواب جوازه إذا اجتمعت فيه أربع شروط، الصواب جوازه إذا اجتمعت فيه أربع شروط، أن هذا البائع المأمور بأن يشتري يتملك العين ثم يحوزها، هذا الثاني، ثم يحوزها يعني يستطيع القدرة على التصرف فيها. الأمر الثالث أنه يضمنها إذا هلكت قبل أن يسلمها لي، يضمنها إذا هلكت قبل أن يسلمها لي. بمعنى مثلا قلت له أنا أحتاج سيارة، هذه أوصافها، موجودة في مكان كذا وكذا، فذهب هو واشتراها، ثم قبل أن أستلمها منه تلفت السيارة بأي طريقة كانت، أصابها عطل في ذاتها، جاءت مثلا برد شديد في وهي خارجة، أي أمر جعلها تتلف، وأنا لم أستلمها بعد، فالذي يضمنها المالك الذي هو البنك الذي أنا أمرته بالشراء. أنا كمشتري لا أتحمل أي أمر إذا قبل البنك بهذا. هذا الآن الضمان قبل التسليم. كما يضمن البنك رد ما يتبعه من رد بعيب إذا ظهر لي بعد أن اشتريتها شيء من العيب الخفي الذي جاز الشرع بأن أرده بسببه، فيضمنه البنك، يضمنه المصرف، يضمنه ذلكم البائع. إذا هذه الأربع وجدت صح البيع. يبقى الخلاف في المواعدة. ما معنى الخلاف في المواعدة؟ من البنك المصرف لم يذهب لي أن يشتريها لولا أن أطلبها أنا، لو لم أطلبها لم يذهب لي يشتريها، فأنا وعدته أن يشتريها، فالذي جعله يعزم يقدم على أن يشتريها وعدي إياه بأن يشتريها. هذه المواعدة، هذا الوعد من المشتري هو الذي دارت فيه أبحاث علمية تختلف من شخص إلى آخر، لكن جمهرة الفقهاء المعاصرين المعنيين بالمصرفية الإسلامية هؤلاء تركوا الأمر حريته للبنوك للمصارف، يعني لا يوجد نظام يقيد. والحق في الذي يظهر لي شرعا أنه قد يأثم ديانة لكنه لا يلزم ذلك قضاء، قد يأثم ديانة، يعني المشتري يأثم ديانة يعني يلحق شيء من الإثم، لكن لا تستطيع أن تطالبه قضاء بأن يشتري. يعني مثلا جاء الأستاذ وائل إلى رغب في سيارة معينة، وجاء لأحد المصارف الإسلامية وقال في توجد سيارة في محل كذا وكذا، هذه أوصافه، أنا أريد أن أشتريها، فاشتراها البنك وتملكها، ثم اتصل بالأستاذ وائل يطلب منه، قال وائل أنا صرفت النظر عن السيارة، فقضاء لا تلزم بأن تشتريها، يعني ليس له سبيل إلى أن يشتكيك في المحاكم في القضاء، لكن قد تأثم أن ديانة لأنك أخلفت بالوعد، أخلفت بالوعد وقلت قد تأثم، يعني لا يلزم حتى يصبح البيع على ساقه. هذه الحالة الثالثة.